في خطوة فريدة تسعى لتمكين الأسر من التفسح والتنزه مقابل أجور منخفضة، أطلقت ملاهي السلام بمدينة الباب مبادرة تحت عنوان لأجل ضحكاتهم، بغية إتاحة المجال للأطفال بارتياد الألعاب داخل الملاهي. تضمنت المبادرة تخفيضا بأسعار بطاقة الدخول بنسبة 50%. عملنا هاي المبادرة لنرسم الفرح على وجوه الأطفال اللي ما شافوا بحياتهم غير الحرب. المبادرة شملت العائلات، وعم نسعى لإطلاق مبادرة تانية بأقرب وقت ممكن، ومساحة الحمد لله عنا واسعة، وعم نسعى يعني بأكبر قدر ممكن لراحة العائلات عنا. المبادرة لاقت استحسان الأهالي في مدينة الباب وخاصة لدى العائلات الفقيرة، حيث مكن تخفيض الأجور الآباء من تلبية رغبات أطفالهم بخوض مغامرة التعرف على مختلف الألعاب والأجنحة داخل الملاهي، والتي تدخل البهجة على الزائرين كبارا وصغارا. يعني نحن نتيجة الأوضاع الاقتصادية اللي عم نعاني منها في البلد، هيك مبادرات بتشجعنا أنه نحن نطالع أولادنا من جو الحرب وجو ضغوطات الحياة والوضع الاقتصادي اللي عم يعانوا منه الأهالي في المناطق المحررة. فمتمنى نحن من جميع الفعاليات الاقتصادية أنه تبادر، يعني مثل المبادرات تكترن حتى تشجع الأهالي أنه يعيشوا حياتهم الطبيعية في ظروف الحرب اللي عم نعانيها، وإن شاء الله حتى يصير المناطق المحررة أفضل من كل المناطق الثانية في سوريا. التفسح والتنزه ليس ترفا كما يظنه البعض وخاصة للأطفال، بل حاجة نفسية وجسدية تضمن تخفيف التوتر وتقليل الاكتئاب واستعادة التوازن. لكن الظروف المالية الصعبة لمعظم العائلات في الشمال السوري وسط قلة مدن الألعاب المجانية حدت بشكل كبير من قدرة الأهالي على ارتياد الملاهي الخاصة. تعد هذه المبادرة خطوة مهمة في تخفيف الضغط عن الأهالي، مما يتيح لهم فرصة أكبر لزيارة المتنزه والاستمتاع بأوقاتهم مع أطفالهم. من داخل مدينة الباب، سراج الشامي، قناة حلب اليوم.